أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه فتوكل على الله إنك على الحق المبين.
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أن الله أكبر.
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر وهي تمر مر السحاب صنع الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع
صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ألم يروا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور وكل ما فيه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله وكلنا داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن
خلق كل شيء إنه خبير بما تفعلون وترى الجبال تحسبها وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما من جاء بالحسنة فله خير منها من وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلد وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين إن أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو يا سيدنا.
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من وقل الحمد لله وقل الحمد لله.
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما وأمرت أن أكون
وأم أتلو القرآن وأم أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله